إلى السودان الآن، حيث تواصل في الخرطوم إحكام إغلاق الجسور والشوارع المؤدية إلى قلب العاصمة ومحيط القيادة العامة للجيش، كما تم منع الدخول إلى الخرطوم والخروج منها، وذلك عشية مظاهرات حاشدة مرتقبة في ذكرى 30 من يونيو. وكانت حكومة ولاية الخرطوم قررت إغلاق الجسور والمعابر بالعاصمة يومي 29 و30 من يونيو الحالي كإجراء أمني يستبق المظاهرة بعد إعلانها عن رصدها تحركات من وصفتهم بالمندسين لتحويل المظاهرة إلى عمل فوضوي. ومعنا من الخرطوم مراسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن. شيبة الحمد، تبقى أقل من 24 ساعة على مليونية 30 من يونيو، ما هي الأجواء؟ حتى الآن هنالك انتشار كبير في العاصمة للقوات الأمنية بمختلف مسمياتها. الآن بدأت قوات ووحدات من الجيش تنتشر حتى في الشوارع المؤدية إلى الشوارع التي تؤدي إلى محيط القيادة العامة في الخرطوم. الجسور مغلقة، هنالك استثناءات معينة فقط للمرضى، للقوات النظامية، للذين يعملون في الحقل الطبي فقط. الجسور الآن لا تعبر فيها سيارة إلا ولديها استثناء. الشوارع فيها ارتكازات في مناطق مختلفة. اللجنة الأمنية لأمن ولاية الخرطوم سيكون هنالك خطة لمتابعة المناطق التي متوقع أن تنطلق منها التظاهرات. حتى الآن التظاهرات كانت في العام الماضي تأتي من أمدرمان ومن بحري إلى الخرطوم، ولكن إغلاق الجسور سيحول بالتأكيد دون وصول المتظاهرين. الأحزاب دعت لأن تكون هنالك مظاهرات سلمية تكتفي بأن تكون في المدن بحري وأم درمان والخرطوم دون عبور أي جسر، وذلك ضمن خطة الخرطوم التأمينية للمحافظة على المظاهرات من أي مظاهر قد تجرها إلى أي أعمال فوضوية. هذا هو المشهد حتى الآن. شكرا جزيلا لك شيبة الحمد عبد الرحمن من الخرطوم. والمتوقع في مظاهرات يوم غد في الخرطوم سنسأل عنه أكثر ضيفنا من الخرطوم الكاتب الصحفي عطاف محمد. سيد عطاف، دعني أفهم منك في البداية، ما الذي يعنيه رفع شعار استكمال أهداف الثورة وهناك الآن قيادة انتقالية مكونة من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تقود البلاد؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. استكمال مشاهد الثورة وأهداف الثورة هي رفعتها كثير من لجان المقاومة وكثير من الأحزاب بتوصيات محددة وفق ما اشترطت عليه الوثيقة الدستورية لإكمال المناصب في الولائية وعودتها إلى مدنيين ونزعها من العسكر. الشيء الآخر استكمال بناء المجلس التشريعي اللي هو انقضت حتى الآن يعني شهور عديدة من الفترة الانتقالية قاربت إلى العام ولم يتم الإيفاء بهذا الأمر. كذلك أيضا القصاص من حقوق شهداء الثورة ولجنة فض احتصام القيادة التي يقف عليها القانوني نبيل أديب حتى الآن لم تنتهي من هذه الأشياء. لكن المعضل الأساسي في هذا الأمر سيدتي الفاضلة أنه يقوم في ظروف صحية استثنائية في ظل طوارئ طبية. يعني العديد من الأحزاب كانت في الفترة السابقة تعارض خروج مسيرات النظام السابق وتقول إنها هذه مسيرات ضد الدولة وهي ستفتك بالناس لأنها لا تراعي الاشتراطات الصحية. طب على الآن ضوء هذا تعيد هذه الكلام، على ضوء الخروج هذا في هذه الكلام المسيرات وهذه الاشتراطات وكل هذه الأسباب، إلى أي حد تعتقد بأن الشارع السوداني لديه فعلا من الأسباب القوية السياسية والاقتصادية لتلبية فعلا دعوة مليونية للتظاهر في ظل كل هذه المؤثرات؟ هي وسيخرج الشباب ولن يقفون. بالأمس عملوا يعني بروفة ليوم 30 هذا، لكن اعتقد انه المفروض يكون في اشتراطات اكثر في هذا الامر، وشروط ومطالب هي قانونيه وشرعيه وقامت من اجلها الثوره، لكن ايضا انه كف الضرر. يعني كلنا نعرف كورونا وماذا حدث في امريكا عندما خرجت في عندما اختل
الشرطي عندما قتل المواطن الأمريكي خرجت العشرات الألوف، في يوم واحد سجلت 39 ألف حالة إصابة، هذا ما يقوله الأطباء يعني بعد حالة الانحسار. نخشى ما نخشى أن تحدث هذه الأشياء هنا في السودان ونظامنا الصحي شبه منهار. على الأحزاب عدم التكسب في هذه الأشياء وعدم ركوب دائما هذه المناورات وتحسس مقاعدهم الأخلاقية حيال المناداة بمثل هذه الأشياء. يعني شاهدنا قبل قليل منشورات للجنة الأطباء المركزية ولجنة الصيادة المركزية قالت فيها أن الضرر هذه الأشياء هذه المظاهرة كبير جدا، على الناس مراعاة الاشتراطات، على الأقل إيجاد حلول عدم الناس خروج فيها في مثل هذه التظاهرات. هذا يضر بالناس ويضر بالنظام الصحي المنهار أساسا. لكن افتكر أضف إلى ذلك على الحكومة، حكومة حمدوك إنزال كافة هذه الاشتراطات والوعود التي قاموا بها لتقديمها للشعب السوداني واستكمال المطالب الثورية. يعني حتى الآن حكام الولايات من العسكر، عدم تنفيذ المجلس التشريعي، يعني هذا يدل يعني إذا كانت عليها أن تضرب بقوة الأسباب، هذا يدل على أن هناك التفاف على أهداف الثورة وتقصير في تحقيقها. أكثر من كونها التفاف، هي ليست التفاف من جانب الحكومة، الحكومة يدها مقلولة. هو أيضا نحن نتحدث عن شراكات، يعني فرضت الأمر الواقع، هناك شراكة مع عسكر، هناك شراكة مع محاولة دخول في شراكة مع الحركات المسلحة، كل يناور ويماطل لإسقاط حكومة حمدوك وإظهارها للشارع بأنها ضعيفة. لكن على حمدوك استقر أنه يغلب هذا الأمر إلى صالحه، بمعنى أنه يعني التفويض الذي أعطاه له الشارع وسيعطيه له غدا استغلاله يكون قويا جدا وحازما في إصدار القرارات. عليه الإمساك بكافة الملفات، لا يمكن أن نترك الأمر هكذا، خصوصا في ما يعني الشركات الاقتصادية للنظام السابق الموجودة خارج البلاد التي حتى الآن تورد النفط وتورد القمح وما إلى ذلك. وهذه الأشياء نراها واضحة جدا وجلية فيما يحدث في انهيار كامل للعملة السودانية، يعني مقابل الدولار ارتفعت في خلال أقل من 4 أشهر إلى قريب 100%. عدم التقاط هذا الأمر سيضع حكومة حمدوك أمام المحك يعني صعب جدا. شكرا جزيلا لك عطاف محمد الصحفي والكاتب من